انتي وين اختفيتي ما عاد كلمتيني؟ مشغولة مرة، مو بدايم عندي وقت للجوال. واضح، بس عندك وقت تصورين سنابات. السناب شيء ثاني، تقدر تعتبرها بزنس؟ طيب واتصالاتي؟ وشو تسلية يعني؟ ليلى، انت دمك خفيف وبعض الأحيان بتسليني. طيب بقبلها عشانها منك، مع اني انسان جدي ومالي بخفة الدم. عموما انا مكلمك عشان ابي اشوفك واقعد معك. بخصوص وحشه؟ ولازم يعني اذا كنت بشوفك يصير فيه شيء، يصير فيه سبب. سوري منصور، قلت لك مشغوله، بعد شويه عندي لايف والفانز ينتظرون. يا بنت الحلال اعتبريني واحد من فانزاتك. طيب ما عندك نص ساعه تشوفيني فيها؟ منصور لازم تتعود انه مو بدائما تقدر تشوفني او تكلمني. انا بنت مشغوله وعندي اشياء كثيره اسويها. Take it easy وتعامل معي على هذا الأساس. طيب أنا مقدر انشغالك وما قلت شيء، وقاعد أحاول أرتب وقتي على وقتك. إذا ما يناسبك اليوم عادي بكرة. أوك، أحاول بكرة. لا مو بحاول، أبي موعد والحين. طيب بكرة نتقابل، راح أكلمك الصبح ونتفق. مساء الخير. هلا هلا هلا، زين انك جيتي. نزل مسلسل جديد على شاهد رهيب، بروح اسوي فشار ونشوفه سوا. لحظه، وين رايحه؟ فشار ومسلسل؟ ما تبي تساليني اذا الهديه وصلت للمنصورة ولا ما لها داعي؟ وصلني الجواب اللي ابيه ووصل هالمسج. قاعد طالعي لي طيور وما ادري شنو. ليش ما رايحه درس البالي؟ شاهد قالت لي انها مشغوله اليوم، وقالت لي شيء ثاني كمان. ايش قالت لك؟ قالت لي انكم عم تدوروا لي على المدرسه اللي تسجلوني فيها، مزبوط هالكلام؟ ايه مزبوط. بعد خلاص شنو؟ لازم تروحي المدرسه تشوفي خلاص ايش كبرت صرتي. يا الله، هذا كان حلم حياتي، ما تتخيل قد ايه حياتي تغيرت من وقت ما عرفتك. انا كثير مرتاحه هون، حاسه انه هذا بيتي وانتوا اهلي. بس مريم، الناس اللي هني صعب يكونون اهلك. ليش هيك عم تقول؟ الكل بيحبوني وبيعاملوني منيح. بس آسيا، آسيا تغيرت، صحيح عم تراقبني ومركزة بكل التفاصيل، بس كمان عم تعاملني منيح. على فكرة مو بس هم اللي صدقوا ان انتي بنتي، حتى انا صدقت ان انتي بنتي. لما تناديني بابا احس قلبي يطيرون مكانه ويرد. تعرف ستي كانت تدعي لي وتقلي الله يبعت لك ولاد الحلال بطريقك، وبس عرفتك تأكدت إنه الله استجاب لدعواتها وانت المقصود.